بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ بهذا اللقاء برسالة وصلت من أبو مقبل من اليمن، مقيم في الرياض. يقول: نلاحظ من بعض الناس فضيلة الشيخ بعد الجمعة إذا لقيت وإذا سلمت عليه يقول لك جمعة مباركة أو نحو ذلك، فهل ورد شيء في هذا وما هي النصيحة لهم؟ أتابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فلا شك أن الجمعة، أن صلاة الجمعة مبارك، وأن يوم الجمعة يوم مبارك، ولكن التهنئة بعد الصلاة بهذه الطريقة لا أصل لها ولا دليل عليها، فينبغي ترك ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا أبو مقبل من اليمن ومقيم في الرياض: البعض من أهل المعاصي إذا نصحناهم يستدلون بحديث لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الحديث، فما هو التعليق على ذلك؟ ونرجو شرح للحديث، مأجورين. تعليق في الحديث نفسه: تذنبون ثم تستغفرون. الواجب عليهم أن يستغفروا استغفارا من قلب ومن نية خالصة، وأن يتركوا الذنوب. هذا معنى الاستغفار. استغفار والتوبة بمعنى واحد، معنى أنه يترك الذنب وأنه يندم على ما حصل منه وأن يعزم ألا يعود إليه. نعم. له سؤال آخر، يقول: ذكر صاحب كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، قال في الشرح: يضحك الله أعلم بهذا، وقيل المراد بالضحك بالنية لله تعالى. هل هذا الشرح صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فما هو نصيحتكم؟ مأجورين. هذا شرح باطل، لا يفسر الضحك بالنية، ولا ينسب إلى الله إلا ما ثبت بالدليل الكتاب والسنة وصف به نفسه سبحانه وتعالى، والله لم يصف نفسه بالنية. هذا من ناحية. الناحية الثانية قوله الله أعلم، هذا تفويض مذهب المفوضة، والأسماء والصفات لا يفوض معناها لأنه واضح. فالضحك على معناه وعلى حقيقته، ولا يفوض ولا يؤول، ما يؤول بالنية أو نحوها، ولا يفوض ويقال الله أعلم بمعناه، وإنما يقال الله أعلم بكيفية. التفويض إنما هو في الكيفية والحقيقة، أما المعنى فإنه معلوم. ومالك بن أنس رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة، يقول في المرسلة أم عبد العزيز: ما حكم إخراج زكاة الفطر عن كل فرد 10 ريالات ونقوم بإعطائها نقدا لليتامى والمساكين وليس طعاما؟ هذا لا يجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الطعام وبين مقداره وهو الصاع كل فرد، والدراهم كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بإخراج النقود، إنما أمر بإخراج الطعام، صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، حددها صلى الله عليه وسلم وجعلها في أنواع من الأطعمة. ألا يجوز العدول عما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره وجعلها دراهم أو بالقيمة؟ وإن قال بذلك من قال به من أهل العلم فهو خطأ، لأنه لا اجتهاد مع النص. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة أم عبد العزيز تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم تشقير الحاجبين مع المحافظة على عدم نزول أي شعرة من الحاجب، وهل يدخل ذلك في اللعن؟ وما حكم أيضا صبغ الشعر باللون الأسود، وذلك ليس لتغطية الشيب، حيث إنني فتاة صغيرة عمري 18 سنة، ولكن لأجل التزين وإخفاء صبغة قديمة مأجورين. تشقير الحواجب لا يجوز، لأنه من العبث، والحواجب تترك على ما هي عليه، ولونها لون جميل، لونها لون جميل، خلقه الله لونا جميلا. كذلك شعر الرأس إذا لم يكن فيه شيء فإنه لا يغير بالأصباغ، بل يبقى على لونه الخلقي، وهو أجمل وأحسن، وهذا من العبث الذي ما أنزل الله به من سلطان. أو إن بعض النساء تقصد بذلك أن تحول شعرها إلى ما يشبه شعر الكافرات والفاسقات بصبغه بلون يشبه صبغ نساء الغرب التي تراهن أو ترى صورهن في التلفزيون، تريد أن تحاكيهن وأن تشابههن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائلة يا فضيلة الشيخ تذكر بأنها فتاة عمرها 18 سنة، صلت على كرسي لمدة أسبوع بأمر من الطبيب، وذلك بسبب آلام في الركبتين، وفي بعض الأحيان تقول: عندما أشعر بالتعب والآلام أصلي على كرسي، وأحيانا أصلي الفرض قائمة والنافلة على كرسي، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة إذا كانت لا تقدر على السجود، وإنما تجلس على كرسي ولا تقدر على ثني رجليها ركبتيها، جلوسها على الكرسي يكون أرفق بها، فلا حرج في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما صلاة النافلة فإنها تجوز من القائم ومن الجالس، ولو لم يكن به مرض ولو لم يكن به علة. أما الفريضة فالقيام ركن فيها مع القدرة، وإذا لم يقدر فإنه يصلي جالسا على الأرض أو على كرسي، ويومئ بركوعه وسجوده. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلتها فضيلة الشيخ صالح تقول: ما حكم أن يقدم الإنسان صلاة من الصلوات كأن يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها، وذلك بسبب التعب الشديد والإرهاق وبحاجة ماسة إلى النوم، أثابكم الله؟ هذا لا يجوز، تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت التي بعدها هذا محرم ولا تصح الصلاة. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فلا بد أن تكون الصلاة في وقتها، في أوله أو في وسطه أو في آخره، وكونها في أوله أفضل، إلا العشاء فتأخيرها أفضل إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة العذر من مرض أو سفر، أو الجمع بين العشاءين لمطر، هذه هي الأعذار التي تبيح الجمع. أما الجمع لأجل النوم فهذا لا يجوز، تصلى كل صلاة في وقتها، والنائم يجب عليه أنه يستيقظ أن يجعل من يوقظه أو يجعل منبها يوقظه، أما أنه ينام على نية أنه متى ما استيقظ يصلي فهذا حرام ولا يجوز. نعم، إذا كان فيه فضيلة الشيخ مرضا شديدا وأراد أن يجمع الصلوات، هل أيضا له أن يقصر؟ لا، القصر في السفر، ما الجمع في الحضر من أجل المرض هذا لا يباح القصر، يصليها تماما. نعم، أحسن الله إليكم. تقول أخيرا يا فضيلة الشيخ: أفتوني في هذه المسألة فضيلة الشيخ، وهي الأخيرة من أسئلتي، حيث إنها تسبب لي القلق وبعض الضيق أحيانا، خوفا على مستقبلي. لقد درست وأكملت الدراسة إلى المرحلة المتوسطة، ثم درست نصف عام في المرحلة الثانوية في النصف الأول ثانوي، وقد كنت متفوقة كثيرا ومن أوائل الطالبات في جميع المراحل الدراسية التي أكملت دراستها، ولكنني في الصف الأول الثانوي درست نصف عام، ثم ذهبت لأداء أول اختبار للفصل الدراسي، ولكنني في اليوم الثاني لم أذهب لاستكمال الامتحان،
وذلك بسبب سوء حالتي النفسية وعدم القدرة على استكمال الاستذكار، وكذلك أيضا بسبب حالتي الجسدية، وكذلك بإصرار من والدتي بعدم استكمال الدراسة لأنها تخاف علي وعدم رضاها بأن أذهب للدراسة مرة أخرى وأستكمل المرحلة الثانوية، فهل أطيع والدتي ولا أكمل الدراسة أم أعود للدراسة حيث إن ذلك يضايق والدي ووالدتي كثيرا؟ أفتوني مأجورين. إذا كان الوالدان لهما ملحظ صحيح في منعك من الدراسة فإنك تستجيبين لهذا المنع لأنه في صالحك، أما إذا لم يكن هناك ملحظ صحيح وإنما هو مجرد تخوف أو توهم لا حقيقة له فعليك أن تقنعيهما بأنه لا محذور عليك ولا خوف عليك، عليك بإقناعهما أو أن توسطي من يقنعهما ممن يؤثر عليهما ويوضح لهما مصلحة الدراسة وانتفاء الضرر، فإذا حصل التفاهم والاقتناع فهذا لا شك أنه أطيب وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه أم عبد العزيز من حائل لها مجموعة من الأسئلة تقول: أبي كثير الخوف على أخي، فأحيانا يسافر أخي إلى مكان ثم يقول أبي هل اتصل أخوك؟ هل تكلم بالتليفون؟ فهل يجوز لي أن أقول بأنه اتصل وهو لم يتصل؟ لأن أبي كبير في السن ومريض، وإذا كان أخي مسافر في الليل ما ينام والدي حتى يتصل أخي ويتعب كثيرا، وجهونا في ذلك. نعم، لا شك في شفقة الوالد على ولده لا سيما إذا كان كبيرا، ولكن عليك أن تخبر الولد بهذه الشفقة وهذا الحرص من الوالد على متابعة أخباره، فتخبر أخاك بذلك ليتصل به ويكثر من الاتصال، هذا هو الحل، تخبريه بأن الوالد يتأثر ويطلب الأخبار عنه فيكثر الاتصال ليطمئن والده. نعم. تقول بأنها تمسح الرأس عند الوضوء مسحة واحدة من منبت الشعر في المقدمة إلى المؤخرة فقط، تقول ما أعيده لأنه يكون عليه صعب تنكيس الشعر إلى الأمام، هل هذا يكفي أم لا بد من الإعادة؟ صفة مسح الرأس التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدمة رأسه على الناصية ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فعلى المسلم أن يعمل هذا العمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي أنه يذهب بهم إلى القفاء ولا يرجعهما لأن هذا نقص في تطبيق السنة، والرأس الشعر عليك أن تثبتيه بشيء مما يثبته ثم تعيدين اليدين من فوقه إلى الناصية أو إلى مبدأ في المسح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من اليمن، تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ أنها فتاة وتحمد الله بأنها تصلي وتواظب على الصلوات في أوقاتها، ولكنها تعاني كثيرا من عدم الخشوع في الصلاة، فبماذا توجهونها؟ وهل تصح الصلاة بدون خشوع؟ الصلاة تصح إذا أدت أركانها وواجباتها وكذلك شروط الصلاة، إذا تكاملت الشروط والأركان والواجبات صحت الصلاة ظاهرا، وأما الخشوع فإنه ليس من الأركان ولا من الواجبات ولا من الشروط، الخشوع إنما هو شيء يجعله الله في القلب وله أسباب، منها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى حينما يقف بين يديه في الصلاة، إذا استحضر عظمة الله فإنه يخشع، كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة بعد ما يأتي بالاستفتاح والبسملة، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأجل أن يطرد عنه الشيطان ألا يوسوس له ويشوش عليه، كذلك من أسباب الخشوع الصلاة تدبر القرآن حينما يقرأه أو يستمع إليه من الإمام في الصلاة، تدبر كلام الله عز وجل ويقبل عليه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا من أسباب الخشوع، وكذلك
وكذلك من أسباب الخشوع أن لا يصلي في حالة مشوشة للفكر، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام حتى يأخذ منه حاجته لأجل أن يرتاح فكره، ونهى عن الصلاة وهو يدافعه أحد أو وهو يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط من أجل أن يطمئن لصلاته، وأمر بالسكينة عند الإتيان للصلاة الدخول المسجد، فيأتي بسكينة ولا يستعجل لأن هذا يشوش عليه، فعليه أنه يعمل الأسباب التي ذكرناها للخشوع، وإذا حرص وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: يوجد عندنا عادة وهي صيام النصف من شعبان، وعندما نصحناهم بأن هذا غير وارد قالوا بأن جميع الناس يصومون هذه الأيام، هل ورد شيء من السنة في ذلك؟ ورد الصيام أكثر شعبان، إذا كان الإنسان يصوم من شعبان أياما كثيرة من أوله لا بأس بذلك، أما أنه يخص يوم النصف من شعبان فهذا بدعة لا أصل له، أما إذا كان يصوم من شعبان أياما كثيرة وصادف فيها النصف فلا بأس، أو كان عادته يصوم الاثنين والخميس وصادف أحد اليومين صادف يوم النصف من شعبان فلا بأس أن يصومه، لا على أنه النصف من شعبان ولكن على أنه يوم الاثنين أو يوم الخميس، وكذلك إذا كان من عادته يصوم أيام البيض فإنه يصومها من شعبان ومن غيره، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، أما إذا كان يخص النصف من شعبان يصوم ويظن أن هذا مشروع هذا غلط ولا دليل عليه، وما ورد من الأدلة في صيام النصف من شعبان كلها أدلة غير صحيحة ولا يبنى عليها حكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: هل يجوز تقديم صيام التطوع على صيام كفارة الحلف مثل صيام يوم عرفة وعاشوراء وستة من شوال؟ الصوم الذي يفوت يقدم، صوم يوم عرفة يفوت، صوم عاشوراء يفوت، يقدم الذي يفوت، وكفارة اليمين لا تفوت، يصومها إذا كان ما عنده طعام ولا ما يستطيع الإطعام ولا العتق ولا الكسوة لعشرة مساكين فإنه يصوم ثلاثة أيام، ولكن إذا كان يمر عليه يوم يفوت وهو مما يستحب صومه في يوم عرفة أو يوم الخميس أو يوم الاثنين أو الست من شوال أو يوم عاشوراء فإنه يقدم الصوم الذي يفوت، تفوت فضيلته على صيام الكفارة لأنه موسع. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ: تذكر في سؤالها بأن امرأة توفيت والدتها، فرأت في المنام أن هذه الوالدة تقول لها بأنها بحاجة ماسة إلى الطعام والشراب، فماذا تصنع هذه المرأة وجزاكم الله خيرا؟ ينبغي لهذه المرأة أن تتصدق عنها عن أمها الميتة. نعم. أنه يظهر من سؤالها الطعام والشراب أنها بحاجة إلى ثواب الصدقة تتصدق عنها. نعم. أخيرا تسأل عن حديث تقول حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو في 63، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وكذلك عمر، فكيف نفهم هذا الحديث مع علمنا بأن أبا بكر أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومات بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث وارد؟ أما عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو 63 سنة على بالاتفاق، منها 40 قبل النبوة ومنها 23 بعد النبوة عليه الصلاة والسلام، وأما عمر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلا عندي فيه تثبت أقوله في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة من مكة المكرمة رمزت لاسمها بعين عين، تقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح الفوزان الإجابة على أسئلتي وسؤالي الأول، قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، والسؤال: متى تبدأ هذه الليلة؟ هل هو بعد غروب الشمس يوم الخميس أم بعد غروب الشمس يوم الجمعة؟ يوم ليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس من مساء الخميس، تبدأ من غروب الشمس من مساء الخميس وتستمر إلى طلوع الفجر في يوم الجمعة.
الجمعة، هذه هي ليلة الجمعة. وأما مساء الجمعة ليلة، هذه ليلة السبت وليست ليلة الجمعة. فليلة كل يوم قبله كما يقول أهل العلم، ليلة كل يوم قبله ما عدا عرفة فإن ليلتها بعدها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، والإكثار من الصلاة في يوم الجمعة أيضا فضيلة الشيخ، صيغة الصلاة. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة هذا ورد به الحديث، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه هذا مشروع في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكنها تتأكد في بعض الأحوال مثل ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وصيغتها أن يقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ويكرر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم الوقت أيضا من مكة المكرمة فضيلة الشيخ، تقول: هل من توجيه من فضيلة الشيخ لمن يتخذ يوم الجمعة يوم لهو وزيارات وفعل للمنكرات والمخالفات؟ يوم الجمعة يوم عظيم، هو أعظم أيام وأعظم أيام الأسبوع، بل هو أعظم أيام الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أو طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا استجيب له. فهو يوم عظيم، وينبغي اغتنامه بالطاعة والعبادة، ولا ينبغي إهمال هذا الفضل العظيم، اشتغال باللهو واللعب، وأشد من ذلك تضييع صلاة الجمعة التي هي فريضة على كل مسلم مقيم مستقيم في بلد استقرارا دائما، مستوطنا فيه استيطانا دائما. إنها فرض عين على كل من توفر فيه هذا الشرط، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر، لأنها هي فرض الوقت، إلا لمن فاتته صلاة الجمعة فإنها تجزئ عنها الظهر، أو الذي ليس عليه جمعة كالمسافر والمريض فإنه تجزئ في حقهما الظهر عن الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: إذا نعست أو أحسست بالنوم في الصلاة أنوي الاضطجاع بعد السلام من الصلاة ثم لا أنام أو لا أضطجع، هل بمجرد هذه النية ينتقض الوضوء يا شيخ؟ لا، الوضوء ما ينتقض إلا بالنوم المستغرق. النوم المستغرق وهو النوم الذي يكون على الجنب من المضطجع أو من المتكي على شيء لو أزيل لسقط الإنسان، هذا هو النوم الذي ينقض الوضوء. أما النوم الذي هو من القاعد المتمكن من نفسه هذا لا ينقض الوضوء، وهو ما يسمى بالنعاس. ونية النوم هذه لا يترتب عليها شيء، مجرد النية لا يترتب عليها شيء، لأنه لم ينم أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من الجزائر، السائل له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في يمينه أم في يساره؟ وهل هو عبادة أم سنة مأجورين؟ الذي نص أهل العلم أنه يترجح أن يلبسها اليد اليسرى ويجعلها في البنصر الذي هو يلي الذي هو بين الوسطى والخنصر، هذا هو المستحب والمستحسن. وإذا لبسها باليد لبس الخاتم باليد اليمنى فهذا أيضا ورد، ولكن الأرجح أن يكون ذلك باليسرى، باليد اليسرى. نعم. أحسن الله إليكم. أم ياسمين من القصيم المملكة العربية السعودية تسأل عن صلاة التسبيح، هل هي مشروعة؟ وهل ما ورد فيها من أحاديث في بعض الكتب هل هي صحيحة؟ صلاة التسبيح ليست صحيحة، بل هي مبتدعة من ناحيتين. من ناحية السند فإن سندها غير صحيح عند أهل العلم، بل هو سند ضعيف جدا أو ساقط. والناحية الثانية صفتها مخالفة للصلوات المشروعة، لأنها فيها قراءة في الركوع، قراءة في السجود من القرآن، وهذا غير مشروع في الصلوات. ومنها
تكرار سور معينة فيها، وهذا غير مشروع في الصلوات، هي مخالفة للصلوات المشروعة، وأيضا هي غير صحيحة السند. والذي يريد الأجر ويريد الخير ويرغب الصلاة عليه بالصلوات المشروعة، صلاة الضحى وصلاة الليل والصلوات المشروعة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تحية المسجد، الرواتب التي مع الفرائض، صلاة الوتر. نعم شيخ، لماذا يتعلق بعض الناس بهذه الآثار ويتركون الثابت الذي ورد عن الرسول؟ سبب الجهل، بسبب الجهل وبسبب دعاة الضلال، إن دعاة الضلال يحرصون على ترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويغفلون ولا يحرصون على الأحاديث الصحيحة. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على تساؤلاتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ، شكرا لكم أنتم، اجمعنا لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.